أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أغلب الناس في بلادنا يعتقدون جواز مسح بعض الرأس، فماذا أفعل إن أردت أن أصلي؟ هل أصلي وحدي وأترك الجماعة؟ وكيف أوجههم؟ تبين لهم الحكم الشرعي، ولا عليك إلا البلاغ فقط، وأنت اعمل بالسنة، ولهم ملزمينك أنك تمشي معهم، لهم ملزمينك أنك تكتفي ببعض رأسك، ما أحد يلزمك أن تكمل مسح رأسك وصل معهم، وبلغهم إن هذا إنه لابد من مسح الرأس كله. نعم.